بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير يا شباب. بالنسبة للتحريات إن شاء الله نتكلم. التحريات سؤال مهم جدا جاي لنا كل شوية على القناة. التحريات رنت عليا طالبين مني أوراق كذا وكذا وكذا، إيه المفروض هروح أعمل إيه، أو هما طالبين في مشكلة بالنسبة لي أو غيره. طب التحريات دي ممكن تكون حضرتك بالنسبة لضباط الصف، المعلمين، ممكن تكون لكلية الشرطة، ممكن تكون تبريد عسكري، ممكن تكون تبريد شرطي، ممكن تكون كلية شرطة، ايا كانت هذه التحريات ليك معاون الامن. التحريات دي ايا كان نوعها تعال مع بعض نفهم الموضوع ازاي. حضرتك هو شرط ان التحريات ترن عليا علشان خاطر انا دلوقتي خلصت الرياضي او خلصت الطب المتقدم وبدأت التحريات ترن عليا وطالبين مني اوراق. ممكن حضرتك تفهم الموضوع معايا واحدة واحدة. شرط التحريات ترن عليا، انا لازم الاول تعرف في نوعين من التحريات. عندي تحريات الامن العام وعندي تحريات الامن الوطني. الامن الوطني اللي هو عارفين اللي هو امن الدوله، وده بيختص بيه القضايا السياسيه او نشاط سياسي او غيره. وعندي اللي هو الامن العام وهو البحث الجنائي. التحريات انت تعرف هم رنوا عليك واقول لك تعالى فينا حته بالظبط، ممكن ما يكونش عندك اي مشكله، ولكن هم بيبقوا عايزين ياخدوا منك شويه معلومات او يتاكدوا من شويه معلومات، فيبقى ما فيش اي مشكله هنا. طيب برضو كذلك ممكن ان يكون عندك انت اخفيت حد بقصد او بدون قصد من العيله لحد الدرجه الرابعه، اخفيت بيانات وهم عندهم ظهر لهم البيانات، فعايزين يتاكدوا منك او يسالوا على هذا الشخص اللي انت اخفيت هذه المعلومات. ممكن يطلب منك من حضرتك كده يقول لك هات لي الاورنيك رقم 2 او هات لي الاورنيك رقم 2 او تقرير رقم 2 اللي هو حضرتك في الاقارب حتى الدرجه الرابعه، او يطلب منك عايز قيد عائلي للجدود علشان خاطر هو يبتدي يبحث عن هذه الاسماء عن طريق الجدود. فدي ما فيهاش اي مشكله. حضرتك ممكن لو انت عارف تعمل قيد للجدود فبتجيب تعذر او بتبتدي ان هو يسالك بعض الاسئله فما بتخافش. طب في ممكن ما يرنش عليا، ممكن ما يرنش عليك، مفيش مشكله. لو ما رنش عليك مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لك، مفيش اي اشكال، اطمن يعني مفيش اي مشكله ان هو ما رنش عليك. هو رن عليك ده في بعض يعني الاماكن بترن، ممكن تحريات الامن العام ترن عليك عادي، وفي ما يرنش عليك مفيش مشكله. طب في ناس يقول لك انا يعني قلقان، هم هيسالوني في ايه؟ هيسالك عن بعض الاسئله عاديه، يعني فلان ده مثلا ده ابن جوز بنت عمتك، ده يا ده خالك فلان الفلاني، ده كذا كذا كذا، مفيش مشكله، شويه اسئله ويقول لك مع السلامه. فانت يعني كده ما تقلقش. بالنسبه لو الناس بتسمعني اللي هم لسه هيقدموا، فالكلام ده مهم ليك جدا. انا دايما في اول فيديوهاتي في اول خالص التقديمات بقول لك اي ورقه حضرتك بتستلمها، يعني قلت لك هتستلم الكراسه من المعهد، اطبع او صور الكراسه دي صورتين ثلاثه عشان لما تيجي تكتب بيانات تكتبها في الكراسات اللي هي انت مصورها، عشان لو غلطت ما تغلطش في الكراسه او في الكراسه الاصليه. ليه؟ عشان خاطر يعني تبقى انت بتكتب من الكراسه اللي هي الكراسه اللي انت مصورها افضل. احتجت ورقه زياده في مثلا عندك ابناء العم مثلا 20 والورقه ما فيهاش غير مثلا 7 8، فانت ممكن تجيب صوره من هو نفس الصوره ديت نفس الورقه ديت من الصور اللي انت صورتها وتكتب جميع بتاع ده بقيه اقاربك دول وتكتبهم وتدبسها في نفس الورقه. في ممكن حضرتك مثلا انا قلت اللي لما تيجي تطبع الاقارب حتى الدرجه الرابعه بيطلبوها منك حاليا دلوقتي. في ناس بتقول لك اجيبهم منين الاقارب الدرجه الرابعه؟ ما انت حضرتك المفروض اصلا ده كان اللي هو المفروض تقرير رقم 2، المفروض حضرتك طبعت منه 3 نسخ، في نسختين وسلمتهم مع الملف، وفي نسخه المفروض بتحتفظ بيها. ما احتفظتش بيها بتروح لبتاع السايبر بتطبع لي تقول له اطبع لي الملف رقم 2 او تقرير رقم 2 او اطبع لي الاقارب حتى الدرجه الرابعه اطبعها لي، او انت حضرتك لو محتاجها بتسيب رقم الواتس عندك وانا ببعت لك الملف بتاع بس هتضطر انك انت عايز الارقام القوميه كلها وتكتب بيانات الاقارب كلها. انا ممكن ابعت لك نسخه بتاع التقرير رقم 2 PDF وتبتدي تطبعها، بس هتبقى فاضيه. حضرتك عندك استعداد تعبيها تاني مفيش مشكله، حط لي رقم الواتس بتاعك وانا ابعتها لك مفيش اشكال. بالنسبه ده اللي انا عايز اقوله النهارده، بس يا ريت الناس تسمعني اللي هي بتاعت الدفعه الجديده علشان خاطر تبقى فاهمه يعني ايه تحريات. يعني يبقى فاهم يعني ايه تحريات، ما تقلقش. بالنسبه انا بتكلم على التحريات العامه للكل، تنفع التحريات اللي ما بتكلمش عليها للمعاون الامني بس، بتكلم عليها اللي هم متقدمين لكليات الشرطه، متقدم للتمريض العسكري، تمريض شرطي، متقدم لضف صف ضباط. التحريات دي بتبقى شغاله قاعده شغالين على كل حاجه، يعني المركز دوت مش المركز اللي شغال حضرتك، ده مديريه الامن التابعه في محافظتك هي اللي شغاله تحريات عليه.
وبعد ما بتكتب اي حاجه طلع قضيه على اي حد من الاقارب او 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 بتبعت الملف ده بتاعك على المركز بتاعك، المركز بتاعك المباحث بيعمل تحريات عليك وبيسالك شويه اسئله او غيره، وبعدين الضابط بتاع المباحث دوت بيروح جاي ماضي على الملف بتاعك، الملف بتاعك بيرجع معهد معاون الامن تاني او الكليه او غيره اللي انت بقدم فيها. فياريت تكونوا فهمتوني. ما تنسوش اللي ما بيشترك اول مره او لو يشوف الفيديوهات بتاعتي لاول مره اشترك في القناه. الناس اللي يعني كنت عايز اقولها في اول الفيديو، لكن لو ناس بتسمعني دلوقتي، الناس اللي بتخش تشوف العنوان مجرد عنوان فيديو بس وبتخش تسالني وانا مجاوب على الكلام ده في شرحه في الفيديو، بقول لهم شوف لك حته تراوة كده اقعد فيها وسيبك من القناه بتاعتي، بعيد عن القناه بتاعتي روح اقعد لك في حته تراوة، لان ناس كتير بتخش انا شارح الكلام في الفيديو ويخش يعلق لي تحت بيسالني ليه مش عايز شغل الفيديو، هو بيعلق وخلاص وعايز الاجابه على طول، فده بقول له مع السلامه انا مش ناقصك وجع دماغ من الاخر كده. اتمنى لكم التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.